نظمت مصالح أمن ولاية قلمة بالتنسيق مع جامعة قلمة 8 مايو 1945 الملتقى الوطني الأول الموسوم بالجريمة السيبرانية آليات مكافحتها والوقاية منه. هذا الملتقى يستمر على مدار 3 أيام خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 19 من شهر ديسمبر 2023. يضم هذا الملتقى عدة مداخلات وورشات علمية من إلقاء وتقديم أساتذة جامعيين إطارات تابعين للمصالح المركزية للأمن الوطني وأيضا أمن ولايات الناحية الشرقية. خلال هذه الورشات العلمية يتم تناول ظاهرة الجريمة السيبرانية من حيث التعريف الإجرائي والمفاهيم والعمل لها. أيضا يتم تبيان آليات البحث والتحري الخاصة في مثل هذا النوع من الجرائم. إذن هذا الملتقى هو قلنا فرصة سواء الأكاديميين أو السلطات الأمنية والعسكرية بالنسبة للدولة للوقوف على أهم التحديات التي تواجه الجزائر في هذا العالم الرقمي، وخاصة كما أشرنا سابقا إلى تهديدات الجرائم السيبرانية. وبالتالي هي أيضا مطالبة بالمزيد من اليقظة ووضع نظام استباقي ووقائي للبيئة الرقمية للجزائر بشكل عام.